هل يجوز المرور أمام المصلي؟ وما هو الفرق بين التواكل بين التوكل والتواكل؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ما فيه من الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز المرور أمام المصلي قريبا منه إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبين سترته إذا كان يصلي إلى سترة. أما إذا مر من وراء السترة فلا حرج في ذلك، لأنه إذا كان أمام المصلي سترة قدر مؤخرة الرحل فلا بأس بالمرور من وراء السترة. إنما يحرم المرور بين يديه إذا كان ليس له سترة ومر قريبا منه، أو إذا مر بينه وبين سترته، إلا في حالة الضرورة، كما لو كان المكان مزدحم وليس هناك طريق يمر منه إلا من أمام المصلي، ففي هذه الحالة لا حرج بالضرورة. كذلك في مواطن الزحام الشديد كالمسجد الحرام، فالإنسان يضطر إلى المرور لأن المصلين كثير، ولو توقف الإنسان لا تعطل من المشي. ففي حالة الزحام الشديد وفي حالة الحاجة إلى المرور فلا بأس بذلك للضرورة، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم.